السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلعوا اخوتي، طلعوا اليوم بين نهضر. طلعوا شوية اخوتي، دوك بين نهضر بدنا نهضروا شو صايبو نورمالمون. خوتي هذا الفيديو سبيسيال مو الناس قبائل، الناس اللي شعلت عندهم النار كاع في المناطق. شحال من ولايه على راهي؟ 15 ولا 12 ولا شحال؟ 3 ولا 4؟ لا كيفاه لا فايت ليسونسييل ان شاء الله. كما قال لك الانسان بقلوبنا معاكم، راكم فاهميني بصح خوتي. واحد اللقطه شفناها في تيزي وزو، حرقوا واحد بنادم، بنادم خلقه الله تعالى. ايا جاو ناس هكا شكوا فيه، غير شكوا فيه، قالوا له بلي انت حرقت الغابه. يا شو هذا السيد حرق غابه وحده، بنادم واحد يحرق غابه وحده، هذه مؤامره كما قال لك السيد. المشكله انا كيشت فيديو الناس محروق، انسان محروق، بنادم نورمال عادي محروق. تحوس تفهم، نبغي نفهم، انا انسان نبغي نفهم، دخلت نفهم، سقسيت ناس من مليانه، قال لك ودي سيد ناس ملاح، سيد جمع لهم تبرعات وراح يعاونهم. الناس كانوا معاه شاهدين، الناس مع السيد شاهدين بلي السيد جمع تبرعات وراح مر لي شعلت النار. فهم خوتي الله يهديكم. تروك كان تقابل ربك غاشا تقول له اسمح لي ربي احرقناه غلطه، كذلك من قتل نفسا كما قتل الناس جميعا. اكرم السلام عليكم. طب صاحبي يا دراش، شفت اللقطه ولا مش حرقوا السيد؟ شو هذا؟ هاي السيد عبك، السيد شادر، السيد جمع تبرعات وراح مسكين البارح. واني استغلتوا الفيديو. السيد خاطئ، السيد راح يعاونهم، ناس شاهدين اللي كانوا معاه السيد راه متعشى عندي، كي شغل النار كانت مشعوله راح يعاونهم. ناس تشهد له بلي كان في خميس مليانه، في مليانه هذه مش عارف وين جايه مليانه، لا ماشي خميس مليانه. والله ما حق عليهم، قسما بالله لا حرام عليهم، قتلوه مسكين باطل. زادوا حرقوه، هذه من الطغيان، الطغيان هذه، الطغيان طغيان فهمني. كي شغل نهضروا هضره نيشان نتاع حق، ياه والله لما الطغيان صاحبي كي شغل غير حق. هذه جزائر كومبلي، غادي تجي العالم كومبلي يجي كونتر عليهم هذو اللي حرقوه. تاع الشوالا حرقوا بنادم، راك من نيتك ولا مالك حرقوه السيد؟ عبالك لو كان كاع وكان هو، صلي على النبي، لو كان السيد كاع، لو كان كاع هو دارها وما يحرقوش، بصح لو كان تلقاه هو دارها بليز اومون. كاين ناس ماتوا 60 واحد مات ولا، لو كان هو بصح حرقها ما تنجمش تهضر، ما تنجمش تقول لهم على حركته باسكو السيد دار كارثه. لا مشكله، انا من سقسيت وبغيت نفهم. زاد راهم مطلعين لي فيديو السيد ما تحجوش معاه، ما والو، مالك والو، حرقوه ديلك ديلك اقسم بالله العلي العظيم. لا بوليس، لا بوليس ثاني على ما كوفراوهش مسكين لا بوليس. ارضي بيه صحيح، معليش شتهم شعل كانوا خويا لا بوليس، بوليسي بنادم اكرم الله يهديك. ما عموش يعيطوا لا بوليس هادو؟ اكرم سيد حرقوه في ها صلي على النبي، سيد غادي يشعل باش يقدوا يحرقوه، خمس دقائق يكملوا معاه، خمس دقائق لا بوليس ما يجوا يطلعوا ويجوا باش يديروا رونفورم وفيها امور باسكو كانوا بزاف. خاطي لا بوليس صعبين، ما نبازو لا في الدوله لا في لا بوليس لا والو. ربي راه شاد راه داري بكل شيء، هذه خاطي لا بوليس. علاه انت تبغي تقتل الناس؟ هيا بوليسي ما يخليكش تقتل الناس، كي تبغي تقتل بنادم تقتله، بوليسي ما غاديش يعاود يحبسك. هذا بوليسي ماشي طورتينين جا ولا يجيك من السماء، مسكين انسان كيما انت راه خدام شهر على روحه خدام. شارك حاسب اكرم خويا، لا ما نباصوش في هذا السؤال، نهضروني شان اكرم لوجيك خويا، شا دخل دوله في السيد اللي حرقوه؟ انا ما نكذبش عليك، انا كي انا كنت متضامن مع قبائل صح، كي شفت هذاك الفيديو ما عندي ما نضامن معاهم. غادي الا بغى فرعون يروح يحرقهم الله يسهل عليهم، فرعون فرعون ان شاء الله يخرج لهم قسما بالله. كذب عليك الطوفي دايره في الدور، يا لطيف دايره
على مسكين امك والدي والله. عندك مع مراني السلام عليكم. على الله يحفظك صاحبي. ترى شي سمعت فيك راني داير كيتمان. اي على بالك فيديو ميزه فتاليتو كيف؟ انا كي رسلوا لي رسلتها لكم راني خلعت. انا رسل لي واحد صاحبي خلعت قال لي عندك. جهاله تاع نيشان. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا ما غادي. هذا لي كاميرا نورمالمون بيربات على بالي. غير لي كاميرا بيربات. هذه قال لي كاميرا. لا اللي قال لي كاميرا شي قال لهم غادي اللي نتو سوسله غادي نحرقه. غادي نخلي الهضره كي دايره غادي نقتلوه ونحرقوه اللي نتو سوسله نحرقوه نعدي بكلب غادي نهضر الهضره هذا كي داير هضروا. ويو هتلر تاع تيزي وزدو. ويو قالوا من قبل نحرقه سهله. يا ربي يزيدوا ينحرقوا يا ربي يزيدوا ينحرقوا قسما بالله. لا لا اكرم شي هكا. لا 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 كيتحرق بنادم. هذيك كيتحرق بنادم. ربي وما غنس كبار كاين كبار كاين. اسمح لي كاين عائلات كاين نصارهم برا صاحبي. لا انسان يكون معليش خاطيهم علاش هذوك اصلي على النبي وتحقوا معاه. هذا في ألف واحد ولا هذا مكان بينسق ما نهضروش بالعامة. ما نعموش قاعد تيزي وزو. أكرم قبائل فيها رجال وفيها ناس مسلمين وفيها ناس يبغونا. قبائل ناس حابي قالوا لي عندك أكرم ما رامش باغيين. مالك كاين ناس ماشي باغيو صح. هذه كل فئة اللي كانوا تماك نورمالمون غادي شابين. نقول لك الله يحفظك. واحد كتب لي كومونتير عليك شنو قال لي اللي حرقوه هما اللي حرقوا الغابة. قال لي باين راسهم خاطش هادو ما غاديش يجملوا. قال له واحد ما كانش الرحمه ربي. قال لنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ربي قال لنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يجي واحد خامس يدير شمه شعب الناس تلاقي منهم وتديله في الماكله وفي الماء ونزيد هادي وهادي. نورمالمون هادو غلطه قد راسهم داروها. اقسم بالله لا غلطه قد راسهم داروها. كاريتو الله يهدينا ويهديهم ان شاء الله. بالك هكا غادي على بالك غادي خويا يعرفوا باللي مشي هو. غادي تتخلط قسما بالله. لا غادي تتخلط. مشي هو سيد. والله سيد قال لك قوابل مسكين قلعوا له لي ماتريكيل وقلبوا له الوطوط ومنه على ما شفتش فيديو. ما شفتش فيديو اللي خرج من السيد وين يسكن. واه شفته مسكين السيد يضرب قيطاره ويرسم. هاودي خاطي يا سيد مسكين غير تاع قيطاره سيد خاطي كاع شكلوها نيشان. شكلها هذه اللي خلعها عباك شاري خليك شكلو شكلوه عباك شاري صلي على النبي خاطر قبائل فيها. صلي على النبي قبائل بلاد شهداء صاحبي. اي اسمع لي قول بلاد شهداء صاحبي. بكري حمار وكان شهيد. مالك انت تخلعوا لي قلت لي بلاد شهداء حمار وشاهد في بكري. اكون خير نهضر والله. لا فيها رجال صاحبي. انا نقول لك شوف يكملوا خيرهم تاع شي يديروا صاحبي. ها اسمعني تاع شي يديروا نورمالمون. هادو الناس اللي حرقوه 100 واحد ولا 150 واحد يجبدوهم. قال هادو هما اللي حرقوه يقلبوهم يدخلوهم ديريكت بيربات. ما كاش كيفاش هادي دروك صح. خاطش عبالك بلي سيد حرقوه اي حرقوه بالبلاستيك محمد لقيت شويه قروع تاع بلاستيك شتا تاع شوالان. بيسقسيك اكرم كوية صلوا على النبي خوتي قال لكم استغلوا راه الله يبارك راه 1200 بنادم. تخيلوا غير كويه تاع الدخان غير طفيه صغيره طيح لك تاع الدخان كي تقعد دير. فما بالك انسان قايسينها وقيسوا عليه بلاستيك يدوب قاعد يدوب له فيش بلاستيك داير بلا كاع. نقطه كي دايرو شو السيد ماشي حرقوه ماشي قال قاسوا له ليسونس يا حرقوه نورمال حرقوه لا عذبوه ما حرقوش حرقوه بالبلاستيك محمد. عبك بلي واعره شوفوا عندك شاوله قرعه تاع بلاستيك تحرق بنادم بالبلاستيك كاع عرف دين قرع. قال لك السيد راه قد لقيتوها في البلاستيك حرقوه بالبلاستيك خوتي ماشي حرقوه حرق. شوفوا الفيديو تفهموا راه كلاوه بالصوت مسكين كلاوه الاولى بالصوت كلاوه. والله ما شفتش فيديو تاع الضرب. انا شتغيتها حرقوه الفيديو تخلع تاني تخلع نزلوه واحد. بالفورغون واحد كلاوه بالبلانات في الارض حسبي الله ونعم الوكيل. واحد قال لي واحد في الكومنتير قال لي يا ودي هذه فتنه الزام الصمت. انا مانيش دير في فتنه صاحبي. انا اللي قلت باللي الناس اللي حرقت الانسان الله يهديهم زعما هذا صوالح كاع لبنادم دارها نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل ولا جات من عند الله مقبوله باسكو حنا
ديجا نورمالمون ربي خصف بينا الارض للتالي شغل حنا كثرنا في المعاصي وكاع اني راه ماذا بينا انسان يتوب لربي يشوف باللي رانا نصيبو رانا في الزبل انسان راه حرام عليهم راحوا حرقوه حرام عليهم تحرق من هذا اي حرام انا مش كندخلوا عندي دول تعايروا وكاع مالو زعما انا مانيش كونتر الناس انا راني كونتر الناس اللي حرقت السيد مانيش كونتر كاع خاصكم هما دي فوا تعموا وتلعبوها مارقين وكاع غير خطونا من الدراما هذيك الدراما خلوها عندكم انا اللي نهضر في هضره زعما تاع نيشان باللي حرقوا بنادم بنادم حرقوه نايم ماكله وطلعها معاه مسكين واه قال لك السيد لا يملهم وقال لهم غادي عندي صحابي في القبائل غادي نروح نعاونهم راح قتلوه حرقوه السيد والله لا خلعني قاسما بالله مخلعونه اي بالله لا اي على بالك ضمني شوكيش هذاك الفيديو ما امنت روح وعاد صاحبي شعلها مع واحد قبايلي لا اقسم عليك بالله اي تخلطت بالك تخلطت لا غادي تخي غادي تصرى اقسم بالله لا غادي تروح مال غادي تكمل مال الله يسهل على كل واحد هاد الناس اللي حرقوا نورمالمون توما اللي راكم تسكنوا تما جوارينهم وكاع فيكم الرجال ديروا هده شابه تاع رجال لهاد الناس اللي حرقوا ديروا لهم هده تاع رجال باللي حرقتوا بنادم بغير دم هذا انسان ليكون في علمكم اخواتي واخواتي اللي راكم هنا هذا الانسان ما دار والو ما حرق هذا انسان جاي يعاونهم كيش غادي تردوا الاعتبار للعائله تاعها شغ غادي تقدوا نتوما كاين غير ربي تعالى اللي نصكم ما يعبدهش كاين غير الله تعالى اللي يخلق بني ادم هي خلقونا بنادم شوف نتوما شعال كاع اللي راكم تما تقدوا تخلقوا يد تاع بنادم ما تقدوش تصنعوها غير صبع والله ما تنجم تصنعها صعبي صبع تاع بنادم ما تنجمش تصنعها صعبي راك معايا دوك كي ترد بنادم تاعك مظلوم حركتوه ما دار والو لا اللي قال غير دروغ الله نبيل لا فر على بالك عاد مراي ماهيش عند الشعب كله تروح عند ربي تروح عند ربي تسجد له صدي بون تتصلي صدي بون خوتينا ما نقول لكم كاع نتوما مسيح بالك كانوا معكم مسلمين كاش واحد غادي يروح يركع لربي قول اللهم اغفر لي على امور على شي محرمات باسكو كاع الناس تغلط يغفر لك الله تعالى خاطر قال لك ربي نغفر لك ربي هو اللي قال تقول له يا ربي اغفر لي حركت بنادم بغير ذنب سيد ربي خلقه بنادم كيما انت كيما انت راك تحوس الله يغفر لك هذاك ثاني عند ربي غادي يقول ما نسمح لكش شا غادي تدير معاه شا غادي تقول له كيما انت قلت ربي اسمح لي اسمح لي تقول يا ربي اسمح لي ايوه هذاك انسان غادي يقول له ربي ما نسمح لهمش هذاك ثاني ربه كيما انت ربك هو ربه نبيل عندنا رب واحد كيف ربنا نبيل اسمعني اكي يلقاو عنده اللي يصلوا ولا شنو لقاو عنده اللي ما لقاو عنده والو مال السيد يا راني نقول لك السيد راح يعاونهم غير هذيك هداير تاع قوالب ما تعرفش قوالب تاع حبس اكرم مالك خويا واه واحد قال لك لا لقاو في غابه ما فهمناش كاع وين لا لا لق حكومه دبر راسها دروك نبيل حكومه هي دبر راسها قال لك هذه دعوه الامام اللي ذبحوه ربي خلص فيهم لا لا اللي ذبحه واحد ولا مؤامره تاع ولا مؤامره تاع 10 الناس هذاك الامام اللي مات يعتبر عند الله شهيدا مثالي هذاك امام وكان يصلي مات احسن موته صافي بليزير انا كل شيء كما قال لي ان شاء الله اليوم يتعد شهيد ان شاء الله يا ربي واه واه واحد يوفقه ربي باش يموت يأم بالناس ناس موراه يأم بيهم يصلي بيهم ويموت هذه عمر بن الخطاب مات هذا الموت هو يصلي بالناس قتلوه ضربوه ب 16 دقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه امام مات بهذا الموت تاع عمر بن الخطاب استاذ هذا امام ما شاء الله في القبائل فيها رجال فيها المسلمين ما شاء الله اكرم هاك شوف الامام كي مات راك معايا هذه اللي غادي نقولها لكم خوتي وسمحوا لنا خلونا في رواحكم بالك اش ما غلطنا ولا كش ما قلنا لكم حاجه ولا كش ما سمعتوا ولا هضرنا هضره ماشي شابه سمحوا لنا ما كانش قصدنا بالك زعفنا ولا حاجه واكرم قلنا كلمه صعبه خلينا نروحوا نبلعوا هذا اللايف انا راني نخليها غير الحكومه ان شاء الله تفرحنا فيهم وصاي هذا ماني طالب انا هذا ماني باغي ايوا هذو اللي قتلوا لا نقول لك حاجه اكرم فكروا فيه مسكين اكرم قضيه تاعنا قاسم
اي شوف نهضر لك هضره شابه اكرم نهضروا هضره شابه غادي تسمع عليهم غايه غادي هذا غادي غدوه ما غتنخلع كشوف الدوله تاعنا تحرك في امور كيما هادو زعما نقولها لك لا دروك ديجا تحط مصايره ضربت البيبان وهرست ولا خطفوا منهم شويه وكاع حاسب عم خطفوا راه خطفوا فيها انا اللي باغي غير الحكومه دروك تتفهم باسكو فيها واحد 30 ولا بالك 40 بنادم ولا بليس فيها قالك قالك قاتل شي قبائل مي فيها الله يبارك اسمح لي قالك اسمح هذه اسمح هذا اسمح هذا كومونتير وما دابين اللي نتوما اللي حركتوه كاع سمعوا هذا الكومونتير قالك قتل ناقد صالح سيدنا صالح ديك له الناقد تاعه وبنادم واحد فعاقبهم الله جميعا واخو راك معايا كل واحد خاطش كلمه ضرباش كانت في قلبه يضربه كانت في قلبه يحرق معاهم ما قدش خاطش كانوا الناس قدامه هذاك ثاني نتعدى معاهم كاع نويتو قتلتو قال لك اللي يقتل بنادم كان يقتلهم كاع كما قتل الناس جميعا هي غادي نهضروا نيشان نهضروا نيشان نبيل انا واحد من الناس ولا مانيش عارف كو كنت تماك اكزومبل صالح صراو نو قام نقولوا بلادنا زعما تشوف بلادك انحرقت وين تسكن زعما حرقت كاع سي فري تنجم طيح فيه بالصوت كتله بالصوت ما غاديش تقول لا صافي باش تحرقه اقسم بالله ما تقد سي فري هذوك المساكين الاولى عندهم الصح طاحوا فيه بالصوت وكاع نقولوا هو سيدي اجي نقولوا هو معليش معليش طيح فيه بالصوت مانيش عارف سكر بلانات في الوجه قرض له ليكوت قرض له ايبول جونو قيس اونديكابي باش تحرقه ماشي ولا واه حرقوا السلام عليكم اكرم يا غدوه صاحبي من بعد اي الله يسهل لي من بعديه صح السلام عليكم خوتي اي السلام عليكم ميل